بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في الشبح للمعلوميات. درسنا لهذا اليوم هو عبارة عن التحديثات الجديدة في موقع يوسيتك انت. طبعا موقع يوسيتك انت قد قمت بشرحه سابقا، وسوف أضع لكم روابط الشرح إن شاء الله أسفل الفيديو. طبعا التحديث الأول يتكلم عن أن هناك بطء شديد في السحب وفي الإيداع، وذلك بسبب حجم المعاملات الكبيرة جدا والضخمة على البلوكشين. طبعا وصلت حجم المعاملات على البلوكشين حتى الآن كما ترونها 120,625 على العدد في ازدياد. كذلك يتحدثون ويقولون أيضا التحديث الثاني، يقولون أن هناك تأخر في وصول رسالة التفعيل لمن يسجل أول مرة 30 دقيقة، ولمن أيضا يطلب إعادة المرور، يعني يضغط على كلمة نسيت كلمة المرور، فحتى تصل إليه الرسالة يجب أن ينتظر 30 دقيقة. أما التحديث الثالث وهو يتعلق بالسحب، بالحد الأدنى للسحب. طبعا الحد الأدنى للسحب كان هو عبارة عن 100,000، أي أن هذا الصفر كان واحدا سابقا، والآن يقولون أن الحد الأدنى للسحب هو هذا المبلغ 70,010. طبعا نحن 60,000، ما بعد نصل 70,000. طيب فقط هذا ما كان أحببنا أن نوضحه من تحديثات في هذا الموقع. ولمن أراد المزيد عن البطء الشديد في السحب والإيداع فليراجع هنا باللغة الإنجليزية كما ترونه هذا هو الخبر. وهنا عن الباسورد بإمكانكم أن تقرأوا الخبر هنا باللغة الإنجليزية، وهنا النشرة الإخبارية لمن أراد باللغة الإنجليزية. أنصح الجميع بأن يقوموا بالتسجيل في هذا الموقع، فهذا الموقع صادق وثقة وأمين ويدفع لجميع الناس إلى حدود الساعة. كان هذا كل شيء. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم جديد الدروس، وعمل لايك للفيديو ووضع تعليق على هذا الفيديو ومشاركة هذا الفيديو مع أصدقائكم. وفي أمان الله في دروس قادمة إن شاء الله.